أهلا بكم. أكد تقرير حقوقي تحول اليمن إلى مساح لعمليات عدائية شاملة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع في سبتمبر عام 2014. ورصد التقرير الذي أصدره التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان تحالف رصد، رصد الانتهاكات الجسيمة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي خلال العام 2017. كما أشار تحالف رصد في تقريره إلى توسع خارطة الانتهاكات داخل المحافظات الواقعة تحت نطاق الشرعية والتحالف العربي. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش هذا الموضوع في محورين: الأول حالة حقوق الإنسان في اليمن وحجم الأضرار المادية والمعنوية، والثاني الأطراف المنتهكة والآليات الحقوقية والسياسية لمحاسبتها. وثق إذن تحالف رصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ومنها الاعتداء على السلامة الجسدية والاغتيالات والتصفيات والاختطاف والإعدام خارج القانون وانتهاكات أخرى بحق الأطفال والنساء وجرائم الترحيل القسري وحالات الإخفاء، بالإضافة إلى عدم تسليم مرتبات الموظفين. وقد رصد التقرير وقوع 206 حالات قتل ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال شهر ديسمبر الماضي، إضافة إلى اغتيال 157 آخرين وإخفاء 651 واختطاف نحو 4400 شخص في عموم محافظات الجمهورية. نشاهد هذا التقرير ثم نعود للنقاش مع ضيوفنا. عام من العنف والدماء والبشاعة، هكذا وصف المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان المعروف بتحالف رصد مطهر البوذيجي العام 2017، محذرا من أن حالة حقوق الإنسان دخلت في عامها الرابع مرحلة في غاية الحساسية والتعقيد على هامش الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية. قدم تحالف رصد تقريره السنوي الثالث عن حالة حقوق الإنسان للعام 2017، وهو العام الثالث المنقضي من عمر الصراع الدموي الذي يعصف باليمن. مضاد الطيران. وفي الندوة التي نظمها التحالف بالتعاون مع منظمة سيسا جرى استعراض التقرير الذي تضمن أرقاما عن ضحايا الصراع والانتهاكات التي سجلها خلال العام المنصرم في 20 محافظة، وتفيد هذه الأرقام بسقوط 2260 قتيلا و2780 مصابا بسبب الهجمات البرية والجوية والقنص وزراعة الألغام وعمليات الإعدام غير المشروعة والموت تحت التعذيب والقتل بوسائل أخرى. 337 من هؤلاء القتلى من الأطفال و544 طفلا مصابا و140 قتيلا من النساء و283 امرأة مصابة. تصدرت محافظة تعز كعادتها خلال أكثر من ثلاث سنوات من الحرب التي تتعرض لها قائمة المحافظات الأكثر تعرضا للانتهاكات ب 341 قتيلا سقطوا نتيجة القصف العشوائي المستمر على أحياء مدينة تعز وقراها من جانب ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى جانب المواجهات وأعمال العنف الأخرى بحسب تقرير رصد. تلتها محافظة الجوف وحجة وصنعاء ومأرب وشبوة وصعدة والبيضاء والضالع ولحج والحديدة. الضربات الجوية لطيران التحالف تسببت في مقتل 227 مدنياً وإصابة 155 آخرين. كارثية الأخطاء الجانبية لقصف التحالف التي لفت إليها تقرير رصد ليست وحدها ما يوسع نطاق الانتهاكات من جانب هذا التحالف، بل تضاف إليها بنظر المراقبين ممارسات ذات طابع سياسي وأمني تكرسه كأحد الأطراف المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان عبر عمليات واسعة من الإخفاء القسري والتعذيب في سجون سرية عديدة وإطلاق العنان للجماعة المسلحة التي تشيع الفوضى والقتل في المناطق التي يفترض أنها محررة من جنوب البلاد. مجدد أترحب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن أستاذ مطهر البوذيجي المدير التنفيذي لتحالف رصد عبر الهاتف من جنيف. أهلا بك أستاذ مطهر. مرحبا، أهلا وسهلا. إذن أستاذ مطهر، بداية هل يمكن أن تضع المشاهد في صورة موجزة لأبرز ما خلصتم إليه من نتائج توصل إليه تقرير تحالف المدني حول حقوق الإنسان في اليمن خلال العام الماضي؟ شكرا جزيلا. التقرير الخاص بحالة حقوق الإنسان للعام 2017 فند ورفض حالة حقوق الإنسان في اليمن التي مرت في مرحلة غاية في الحساسية والتعقيد.
الصراع المسلح الذي يدخل عامه الرابع كان متسما بالدموية والعنف والبشاعة ضد المدنيين، حيث لا تزال أطراف النزاع في اليمن ترتكب العديد من الانتهاكات وفق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. نستطيع بعجالة أن نقول أن التحالف رصد وعبر فريقه الميداني جمع مئات القصص الإنسانية واستمع إلى مئات الضحايا وذويهم وشهادات العيان، ورفض التقرير مقتل 2260 قتيل من صفوف المدنيين وإصابة 2780. تتحمل 80% من هذه الانتهاكات مسؤولية مباشرة هي ميليشيا الحوثي صالح من الفترة يناير وحتى نوفمبر، وميليشيا الحوثي المنفردة من الفترة لشهر ديسمبر من العام 2017. وأستطيع أن نقول أن المدن الأكثر تعرضا للانتهاكات تأتي تعز في صدارة هذه المدن بواقع 341 قتيل، تلتها محافظة الحديدة ب 92 قتيل، ثم صعدة ب 84 قتيل، ثم مارب، ثم الضالع، مارب 76 والضالع ب 14. وإذا سمحت لي فإن التقرير خلص لعديد من الانتهاكات ورفض وفند عديد من الانتهاكات. لدينا انتهاكات متعلقة بالإخفاء القسري والإخفاء والاعتقال التأسفي، يعني رفض التقرير قرابة أو عدد 615 مخفي قسريا في صفوف الميليشيا، أبرزهم في صفوف الميليشيا. كما رفض التقرير 4340 حالة اعتقال تأسفي، وكذلك رصد التقرير مشكلة تجنيد الأطفال. ووفق البيانات وقاعدة البيانات المتوفرة لدينا فإن عدد 902 مجند تم رصدهم وتوثيقهم ضمن قوام ميليشيا الحوثي. طيب، يعني عندما تحدث عن هذه الانتهاكات وعن هذا التقرير الآن، وبالتزامن مع اجتماعات مجلس حقوق الإنسان ربما في جنيف والاجتماعات الحقوقية المتكررة، هل يعني كان هناك زخم لهذا التقرير بمحتواه في هذه الاجتماعات الحقوقية؟ شكرا. يعني التقييم الذي وصلنا منذ أمس كان إيجابيا. عديد من المهتمين وممثلي المنظمات الدولية كانوا حاضرين معنا، سواء على مستوى ندوة إطلاق التقرير أو على مستوى التواصل ما بعد الندوة، كذلك المهنية والكم الهائل من المعلومات التي احتواها التقرير أدت بعديد من المنظمات إلى التواصل وطلب نسخ من التقرير. هذا جانب. الجانب الآخر، نحن في تحالف رصد من خلال حضورنا المتواصل منذ الدورة 31 وحتى الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان، نسجنا العديد من العلاقات الإيجابية مع عديد من الآليات. أولا، الآليات المهتمة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والتابعة لمنظومة الأمم المتحدة، من ضمنها المقررين الخواص والمفوضية السامية وعديد من المنظمات الأخرى. هؤلاء نحن على تواصل، وتفاجأنا هذه الدورة أنهم هم من طلبوا التقرير، يعني هم من سعوا للحصول على المعلومات والإحصائيات الموجودة. هذه النقطة. النقطة الأخرى، نحن كمان وبواسطة قاعدة البيانات المتواصلة لدينا أرسلنا هذا التقرير إلى عديد من ممثلي المنظمات الدولية كما قلت سابقا ووسائل الإعلام. طيب، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ مطهر. أرحب بمن ينضم إلينا الآن من القاهرة، الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان. أهلا بك أستاذ نبيل. اهلا وسهلا بكم اخي العزيز وبجميع الساده المشاهدين، حياكم الله. إذن استاذ نبيل، يعني توجد تقارير حقوقيه، اخرها تقرير تحالف رصد وثق انتهاكات لحقوق الانسان في مناطق تتبع الشرعيه، ما هو موقف وزاره حقوق الانسان من ذلك؟ اولا، التحالف هو تحالف لمنظمات المجتمع المدني، ونحن نعتبر ان منظمات المجتمع المدني هي عين المجتمع، وبالتالي دائما نأخذ هذه التقارير على محمل الجدية. فحيثما تضع هذه التقارير أن هناك انتهاكات معينة في مناطق يعني في إطار سلطة الشرعية، نأخذ هذه التقارير ونقوم بالتباحث مع الجهات المعنية سواء في وزارة الداخلية أو غيرها حول أي انتهاكات ترد في التقارير الحقوقية،
سواء كانت التقارير على مستوى محلي أو على مستوى دولي. فهذا واجبنا في أن نتقصى هذه الانتهاكات ونعمل على دحضها وإيقافها وأيضا التصدي لها، لأنه بالتأكيد حيثما يوجد عمل ستكون هناك بعض الاختلالات، ومهمتنا في التصدي لهذه الاختلالات والعمل على القضاء عليها. طيب في المقابل هل ترصد الوزارة وتوثق، يعني وزارة حقوق الإنسان رصدت ووثقت انتهاكات لميليشيات الانقلاب، لكن هل تقوم الوزارة برصد حالات الانتهاكات التي تمارس في مناطق سيطرة الحكومة؟ لدينا قطاع متخصص هو قطاع الشكاوى والمظالم. هذا القطاع يستقبل سواء شكاوى فردية أو تقارير حقوقية من المنظمات، ويعمل هذا القطاع على التواصل مع الجهات المعنية الرسمية من أجل التأكد من هذه الانتهاكات والعمل على التصدي لأي انتهاكات تحدث. هذا هو دور الوزارة في هذا الجانب. وبالفعل هناك بعض الانتهاكات تم التحقق منها، حيث قام الوزير وقام بعض كادر الوزارة بالنزول إلى بعض المرافق سواء سجون تابعة للحكومة أو غيرها للتأكد من ما جاء في بعض التقارير والعمل على إيقاف أي انتهاكات قد تحدث بقدر ما نستطيع. طيب من ضمن النقاط التي ذكرها تقرير تحالف رصد ربما كان عدم صرف رواتب الموظفين، يعني التقرير يؤكد أن هذا من أهم العوامل التي تؤدي لتفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن. برأيك من يعني يتحمل مسؤولية عدم صرف الرواتب في ذلك؟ طبعا قضية عدم صرف الرواتب يعني قضية اقتصادية تمس كرامة الإنسان، وجميعنا نناشد دائما العمل من أجل صرف الرواتب. هذا جانب استحقاقي وجانب حقوقي نعمل على الإيفاء به، لكن تظل هناك أيضا في التقارير الحكومية جوانب لابد من الوقوف أمامها، مثل صعوبة إيصال المرتبات في المناطق التي تحت سيطرة الميليشيات، وبالتالي عرضة هذه الأموال لأن تسرق وتنهب من قبل هذه الميليشيات كما سرق ونهب البنك المركزي وغيرها من موارد الدولة. هذا جانب. أما في بالنسبة للمناطق التي هي تحت سيطرة الحكومة الشرعية، فالحكومة تعمل على إيصال المرتبات بشكل كامل، وإذا حدثت بعض أوجه القصور فيكون لأعباء مالية زائدة عن قدرات الحكومة، لكنها تظل تؤكد استعدادها الكامل للإيفاء بهذه الالتزامات متى ما توفرت الإمكانيات. طيب في أحد نقاط التقرير طلب التقرير الحكومة الشرعية بسرعة التحقيق في جرائم التعذيب والاغتيالات والسجون الخاصة في مناطق سيطرتها، ما هي وجهة نظر الحكومة في هذا الخصوص؟ هذا التقرير صدر منذ 24 ساعة، وبالتأكيد لكن الانتهاكات ليست في يعني ليست وليدة اللحظة. أنا متأكد، ولكن نحن كما قلت لك نعتبر كل تقرير يصل إلينا نعتبره بمثابة مظلمة وصلت إلى الوزارة، وبالتالي سنعمل على التحري حول هذه المظالم وحول هذه الشكاوى والانتهاكات، وسنعمل على الرد عليها وما سنصل إليه مع الجهات المختصة. أشكرك أستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. بالعودة إليك أستاذ مطهر، إذن يعني عندما نتحدث عن توسع الانتهاكات إلى المناطق المحررة، ما هي يعني أبرز الملاحظات حول ذلك باعتبار أن المعركة التي يخوضها اليمنيون في نهاية المطاف هي ضد الانقلابيين، وهناك من يقول أن الانقلاب هو من يتحمل مغبة كل الأوضاع التي حدثت بسبب هذه الجريمة؟ مرحبا. يعني إذا ما نظرنا إلى الانتهاكات التي حصلت خلال العام نجد أنها تتحمل مسؤوليتها عديد من الأطراف. كما قلت سابقا المسؤولية المباشرة والرئيسية تتحملها ميليشيا الحوثي، ثم هناك مسؤولية تتحملها السلطة التشريعية أو السلطة الشرعية. السلطة الشرعية باعتبارها مسيطرة على عديد من المحافظات، أهمها العاصمة عدن ومأرب وتعز وعديد منها. ونحن ومن ضمن وخلال عملنا خلال العام الحالي وجدنا أن هناك عديد من الانتهاكات ارتكبت من قبل قوات محسوبة على هذه الحكومة، وتكلمنا عنها بشكل منطقي وشفاف. أولا نلاحظ أن هناك
مشكلة الاغتيالات التي وجدناها وكانت منخفضة في السابق. يعني لك أن تتخيل أن عدد 157 ناشطا ومعارضا وخطيبا ورجل دين وعسكري قتلوا في المناطق، أبرزها المناطق الخاضعة لسلطة الشرعية في كل من تعز بعدد 78 ضحية، حضرموت بعدد 27 ضحية، عدن بعدد 9 ضحايا، ثم تأتي أب بثمانية ضحايا، وأمانة العاصمة بسبعة ضحايا. يعني هذا جانب من جوانب الانتهاكات. ثم وجدنا أن هناك كذلك عديد من يعني بالنسبة للانتهاكات ضد النشطاء السياسيين كذلك رصدنا عديد منها. ثم هناك حالات بسيطة للإخفاء للاختطاف، ورصد فريقنا الميداني عديد من الاعتقالات التي حدثت سواء للنشطاء أو لمواطنين ينتمون سواء يتبعون أحزاب سياسية أو مواطنين عاديون. طيب أثناء يعني قيامكم بهكذا التحقيقات وهكذا بالأصح رصد للانتهاكات، هل واجهتم إشكاليات سواء في مناطق سيطرة الميليشيا أو مناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية؟ نعم، هذه نقطة في غاية الأهمية. فريقنا الميداني المكون من 27 راصد وراصدة يتعرضون لعديد من الصعوبات ويواجهون عديد من المخاطر، أهمها الجانب الأمني. يعني خضع أو تعرض عدد من الراصدين للملاحقة والمراقبة، ولا يزال ثلاثة من زملائنا في الفريق الميداني يقبعون في سجون الميليشيا. هذه نقطة. النقطة الأخرى يعني نلاحظ أن عدم التعامل الإيجابي وعدم الإفصاح من بالنسبة لشهادة الشهود أو بالنسبة لذوي الضحايا أو بالنسبة للمسؤولين، هذه واجهناها في كثير من الحالات، ورصد فريقنا الميداني مئات من الاستمارات الميدانية المتعلقة بحالات المنع عن الإبلاغ والإفصاح ببيانات، معظمها كذلك أو جزء منها تأتي تحت نطاق المحافظات المسيطرة من قبل الشرعية على سبيل المثال. أما إذا تحدثنا عن الميليشيا فحدث الأحراج، نحن نواجه صعوبة وخاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني والمحافظة على حياة الراصدين، وخاصة في المدن التي تخضع لسلطة ميليشيا الحوثي. أشكرك أستاذ مطهر البوذيجي المدير التنفيذي لتحالف رصد، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. ورحب مشاهدينا الكرام بالضيف الذي ينضم إلينا الآن، أستاذ توفيق الحميدي المحامي أيضا من جنيف كما يبدو لي. أهلا وسهلا بك أستاذ توفيق. أهلا وسهلا بك أخي الكريم من فيينا وليس جنيف. أهلا وسهلا بك. إذن أستاذ توفيق من أي مكان كنت فيه؟ إذن أنتم في يعني منظمة سام، منظمة حقوقية أصدرت تقارير حول حقوق الإنسان في اليمن، الآن هناك تقرير لتحالف رصد، تقارير حقوقية عموما كثيرة، لكن دوما ما يكون السؤال أن يعني عند المتابعين أن هناك استمرار في الانتهاكات، هناك تجاهل من الأطراف المنتهكة ل يعني هذه التقارير. هل تؤثر أو تنجع هذه التقارير، هي ناجعة في ما تصدر بهدفه؟ حقيقة التقارير الحقوقية التي تصدر من المنظمات بشكل عام هي تعمل أولا على توثيق الانتهاكات الموجودة على الأرض، والعمل على حفظ حقوق الضحايا على المدى القريب وعلى المدى البعيد، إضافة إلى أنها تحاول أن تشكل صورة حقيقية للواقع الموجود على الأرض، وبالتالي تساهم بصورة أو بأخرى في صناعة رأي عام، سواء كان هذا الرأي العام محلي أو كان هذا الرأي العام دولي، سواء من خلال وسائل الإعلام والقنوات أو من خلال التشبيك مع المنظمات الحقوقية لتشكيل رأي ضاغط. أنا أعتقد أن عام 2017 نحن في منظمة سام لدينا تقرير الأرض المنسية رقم 2، قدمنا فيه رؤية تحليلية للواقع الحقوقي لعام 2017. من ضمن هذه الرؤية إلى أن عام 2017 كان عاما متميزا بالنسبة للملف الحقوقي اليمني وانتقاله بصورة أو بأخرى من المستوى الضيق إلى المستوى الكبير،
بمعنى رأينا معارك أديرت داخل مجلس حقوق الإنسان، معارك أديرت داخل كثير من البرلمانات سواء البرلمان الأوروبي أو حتى داخل الكونغرس الأمريكي. رأينا تصريحات من رؤساء بارزين كالرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطانية إلى غير ذلك. كان الملف اليمني في جوهر هذه التصريحات بالتأكيد عليها بصورة أو بأخرى، وبالتالي يبقى أن هنالك عامل، ربما هذا العامل هنالك إخفاق في المجال السياسي. المجال السياسي يقوم بالدرجة الأولى على عملية المصالح المشتركة. مجلس حقوق الإنسان هو مجلس نعم يناقش قضايا حقوق الإنسان، لكن بالنهاية هو مجلس يتحكم فيه الدول السياسية، والقرار الصادر من مجلس حقوق الإنسان تتحكم فيه الدول السياسية بصورة أخرى. مثلا احنا رأينا في مجلس حقوق الإنسان في التصويت للقرار اليمني الأخير كان تصريحا سياسيا أو تصويت سياسي بين إيران وروسيا من جهة، وبين بريطانيا والمملكة العربية السعودية والأمريكان من جهة ثانية، وبالتالي الملفات الحقوقية هي تحاول أن تصنع رأي عام ومحاولة التشبيك. ربما هنالك، أنا بكل وضوح، هنالك فشل كبير من قبل المنظمات اليمنية في الوصول إلى المنظمات الكبيرة والمؤثرة. طيب يعني بتطرقك إلى موضوع يعني القرار، قرار مجلس الأمن وما حدث في مجلس الأمن، هل تعتبر أن عدم إدخال أسماء جديدة إلى لجنة يعني إلى من هم في قائمة العقوبات في ما يعني اليمن، وكذلك عدم وضوح الآليات أو الطرق محاسبة هؤلاء، هل يعتبر ضربة لجهود حقوق الإنسان في اليمن، أم أن الأمر طبيعي في سياق ما أسميتها من إشكالات سياسية؟ للأمر هو يأتي في هذا السياق. كان هنالك توقع أن يكون القرار بصورة أسوأ. القرار هو في حد ذاته مثل انتصار للجانب الإيراني وحلفائه من جهة، بمعنى أن الأمر بقى كما هو بمحاولة إدراك إيران تحملها المسؤولية بموجب قرار لجنة الخبراء التي صدر قبل هذا التصويت بقليل. المعركة في مجلس الأمن هي معركة سياسية. المنظمات الحقوقية اليمنية أخي الكريم كما قلت لك هنالك إشكالية ربما في عملية التشبيك. المفروض يتم عملية انتقال من الجانب التوثيقي إلى الجانب الأعلى وهو جانب تشكيل رائعة، والذهاب بملفات مباشرة عبر مختصين أو عبر متطوعين حقوقيين أمام المحاكم الجنايات الدولية، وهذه تلعب فيها لأن كل الأطراف الموجودة اليوم مشاركة في الانتهاكات، سواء الأطراف الموجودة مع الشرعية أو الأطراف اليوم الميليشيا الحوثي إلى غير ذلك. تختلف النسبة لكن لا أقدر الرأي العام. لكن يعني أستاذ توفيق، هناك كثير من يقارن من هو الأكثر انتهاكا، لكن هل يجوز فعليا الحديث في سياق يعني حقوق الإنسان من هو الطرف الأكثر انتهاكا؟ ميليشيات الحوثي، التحالف، الإمارات إلى آخره. طبعا هذا مهم، لكن في النهاية المنتهك سيعاقب كانت قليلا أم كثيرا. من انتهك، من مارس عملية القتل لشخص واحد أو لشخصين نفس بصورة عمدية بصورة مخالفة للاتفاق الدولي مثل الذي ارتكب، هنالك عقوبة تختلف، هنالك مسؤولية أخلاقية طبعا تترتب في هذا الجانب، لكن في النهاية يعد منتهك لحقوق الإنسان ويحاسب عليه. المنظمات الكبرى اليوم التي تتواصل معنا هنالك إشكالية في آلية التحقق، لذلك هم يأخذون التقارير منا من الطرف الآخر من عدة منظمات ثم تبدأ عملية التحقق. كثير من هذه التقارير لا تقوم وفق معيارية المنظمات الكبرى وبالتالي لا يلتفت إليها على سبيل المثال، وبالتالي تجد أن الواقعة الواحدة يتم التحقيق فيها ربما السنة يعني الشهر والشهرين والثلاثة بصورة أو بأخرى، وبالتالي هنالك عجز واضح في آلية التحقق لدى المنظمات المحلية. هذا تحتاج إلى جهد وإمكانية كبرى للارتقاء بها إلى أن نصل لمستوى كبير من الثقة. طيب هذا الأمر يعني هل هناك إشكاليات أخرى بخلاف مسألة المعيارية تواجهونها كحقوقيين ومحامين متواجدين في أوروبا ومعنيين بالملف اليمني والانتهاكات فيه، تعرقل يعني تشكيل رأي عام ضاغط بشكل أكبر تجاه هذه الانتهاكات؟ طبعا التحدي الأكبر هو يتعلق بتحدي الإمكانيات الكبيرة. التحرك في أوروبا يحتاج إلى إمكانيات، سواء إمكانيات مالية أو إمكانيات بشرية، وهذه تحتاج إلى
إمكانيات لإمكان التحرك. أوروبا بلد مفتوح، بإمكانك أن تصل إلى داخل البرلمانات، بإمكانك أن تتواصل مع الخارجية بصورة مباشرة، بإمكانك أن تعقد حلقات نقاش داخل الجامعات. الأمر فيه سهولة جدا، بلد حرية، بلد ديمقراطية، بلد مؤسسات. لكن الإشكالية أحيانا العجز أن الإمكانيات غير متوفرة، خاصة أن الناشطين الموجودين في أوروبا هم يقومون بعمل تطوع مدني، بعمل مدني بإمكانيات مادية صرفة دون أي إمكانيات حقيقية، لأن العمل الحقوقي نشأ جديدا متواكبا مع الانتهاكات التي ارتكبت في مجال حقوق الإنسان منذ سقوط العاصمة صنعاء على يد ميليشيات الحوثي. أشكرك إذن أستاذ توفيق الحميدي المحامي، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا. كما وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزميلة شروق القاسمي وجميع أفراد الطاقم الفني، في أمان الله.